لا لا الحمد لله ولا غير خير ربي. والحاجه الثانيه ولا غيشوف ميم دارك مزاكل ولا غيعياو ولا غير مستت اصبعه الشيفان اون بيرسون يضرب في البال هنايا. انا والبارك تاعي هنا يعني اون فاس لي كاوليك صور خويا قدامك ولا غير من 7 تاع الصباح وما يضرب في البال. والحمد لله يا ربي خير ربي كي نصباح دارك الحمايه المدنيه فيها المتطوعين هما بالبالات كاينه هذه الصلاطنه كاينه والنوغه كاينه الدريعات هذو كاع قايمين بالمجهودات تاعهم. سجلت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة عبر تدخلاتها وتواجدها الميداني اليوم الأحد 22 جانفي 2023 وجود مقطع مقطوع بسبب تساقط الثلوج ومتمثل في الطريق الوطني رقم 60 الرابط بين ولايتي المسيلة وبرج بارليز بمنطقة عنجراد بلدية حمام الضلعة. الدرك الوطني يدعو مستعملي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر واحترام قواعد السياقة السليمة وتجنب السرعة والاتصال والتبليغ عن أي طارئ أو طلب اليد المساعدة عبر الخط الأخضر المجاني 1055.